سيدة هذه مشات لأبعد نقطة يقدر يتخيلها شي واحد اللي هي القطب الجنوبي، مشات غرسات درابو ثلج. تحية كبيرة لمريم شديد. مريم شديد هي لا مانيفيك اللي مشات لأبعد نقطة في العالم، هي القطب الجنوبي. كاين القطب الشمالي اللي ديجا مشاو ليه الناس، كاين القطب الجنوبي اللي أول مرة غادي تمشي ليه امرأة باحثة وكانت مغربية. مريم شديد ملي مشات دارت لو درابو ماروكا، وهذه المسألة جميلة جدا غادي نتكلم لكم عليها. هي باحثة وفلكية مغربية في المرصد ديال كوت دازور القومي الفرنسي بطبيعة الحال، وهي اون ميم طون أستاذة جامعية في الجامعة ديال تنيس. وكيف ما قلت لكم أول مرة اللي كتوصل للقطب الجنوبي المتجمد جاي البرد كانت فوالا. دونك كانت هي مع واحد الفريق ديال العمل للمهمة ديالو، غادي يمشي ماشي غير ماشي ما مشاوش يكتشفوا القطب الجنوبي، القطب الجنوبي غنمشيو يديروا فيه واحد التلسكوب باش يراقبوا النجوم. دونك هي مشات تما حيت لان القطب الجنوبي فيه الليل، يعني فيه شهور من الليل، فالدراسة ديال النجوم كتكون اسهل واوضح من هذاك التعاقب ديال الليل والنهار. فمشاو يديروا هذاك المسبار اذا صح القول او المنظار الفضائي اللي كيقيس اشعاع النجوم في القطب المتجمد الجنوبي. مريم شديد باش نتعرفوا عليها عن قرب، هي كزاوية بنت مدينة الدار البيضاء من مواليد 11 اكتوبر سنة 1969. الاب ديالها حداد والام ديالها ربة بيت، وبنت واحد الحي شهير في مدينة الدار البيضاء هو درب سلطان بطبيعة الحال. وكانت يعني قرات في مدارس مغربية عادية ديال اللي كاع كزاويين تعرفوا، غادي نذكر على سبيل المثال إعدادية المنصور الذهبي، ثانوية صلاح الدين الأيوبي للبنات، جامعة الحسن الثاني فين غادي تاخذ الإجازة ديالتها في الفيزيك مات. دونك بدات في المغرب باركور عادي جدا. كيفاش غادي يبدا الولع ديالها توسكي في العالم الخارجي بالفلك؟ فاش غادي يجي خوها اللي كبر منها ب 16 عام غادي يعطيها واحد الكتاب. هذا الكتاب ما كانش اي كتاب، كان كتاب على الجاذبيه بالفرنسيه ديال يوهانس كيبلر. دونك عطاها هذا الكتاب هذا صافي اي اوب صافي شدات. دونك فوالا من تما غادي تبدا تقرا الفضاء. كانت عندها 12 عام كتقرا في مدرسه مغربيه، قرات كتاب معقد جدا على الجاذبيه باللغه الفرنسيه اللي كنقول نعرفوا انه في 12 عام تكون اللغه الفرنسيه مجرد لغه ثانويه يعني. في الجامعات اللي تنقلات بيناتهم جامعات مرموقه من بعد ما غادي تاخذ بيان سور الماستر ديالها. ف تخرجت في 92 من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في الماستر ديالها فيزيك مات. في 93 غادي تمشي لجامعة نيس صوفيا أنتيبوليس فين حصلت على درجة ماستر آخر في دراسة معمقة.